الحاجات المهمة جدا في فصل الصيف وكلنا دايما بنشتكي منها الحشرات الصيفية زي ما حضرتك قلت، والنمل، وخصوصا المطبخ عشان بقايا الأطعمة بتبقى موجودة، فبيكون أكتر مكان الحشرات بتتجمع فيه. أهم حاجة نظافة المطبخ. بس يعني احنا مش عايزين نرش مبيدات يا دكتورة في المطبخ. هنقول لحضرتك وللسادة المشاهدين النهاردة حاجات صحية من مطبخنا نقدر نستخدمها. زي ما قلنا، أول حاجة لازم المطبخ يكون نظيف، ما نسيبش أكل في المطبخ لفترات طويلة. يتمسح المطبخ بمية بخل، من الحاجات الكويسة جدا وبتدي تعقيم، وفي نفس الوقت ريحة الخل دي من الحاجات المنفرة للحشرات. أعمل بخاخة زي بخاخة المكوى، عبارة عن لتر مية وفيها فنجان من الزيوت العطرية. الزيوت العطرية من الحاجات اللي بتطفش الحشرات بشكل رهيب. لتر مية عليه زيت عطرية، زيت قرنفل، يا قرفة، يا نعناع، يا حشيشة الليمون، وأبخه على المسطحات الموجودة عندي في المطبخ. لو عندي أماكن للشقوق في المطبخ أبتدي أبخ فيها، وأهتم كمان إن أنا أسد الشقوق دي، من الحاجات المهمة جدا. الزيوت العطرية من الحاجات المنفرة للحشرات، وفي نفس الوقت بتدي جو كده من الانتعاش في البيت. لما ابخها بالبخاخه بتدي ريحه حلوه، ريحه زكيه، ما بتسببش الحساسيه، ما بتسببش مشاكل صحيه. لما بنبقى في المصايف في بخاخات بنجيبها ونرشها على جسمنا عشان الناموس او لدغه الحشرات، وخصوصا بالليل. نقدر نعمل الوصفه دي بطريقه بسيطه جدا في البيت، ان انا اجيب فازلين من الصيدليه وابتدي اخلطه باي نوع من الزيوت العطريه، وابتدي ادهن بيه الاجزاء المكشوفه من جسمي. ده بيبعد عننا لسعة الحشرات. وده يحصل ازاي؟ يعني معلش، ازاي اجيب الفازلين واخلطه بالزيوت العطريه واعمله كده؟ عادي، بقلب، هجيب الفازلين واضيف الزيت العطري واقلبه مع بعضه. كميات قد ايه يا دكتوره؟ يعني مثلا لو عندنا 200 ملي من الفازلين، عليهم مثلا معلقه او اتنين من الزيوت العطريه، لحد ما يحصل. الزيوت العطريه دي حلوه يا مصطفى، بتعطر برده، فهحط احطهم بس. يعني لحد ما يحصل عندي تناغم، يعني القوام يكون كويس. بالظبط، يعني بقى مختلف، وابتدي ادهن بالاماكن المكشوفه من جسمي. دي هتبعد عننا لسعة الحشرات. النظافه والتهويه في المطبخ من الحاجات المهمه جدا. اماكن دولاب المطبخ ما يكونش فيه رطوبه، يعني ايه؟ يعني محفظ الاغذيه الجافه اللي عندي زي الحبوب والبقول قريبه مثلا من حوض المطبخ. اهتم ان ما يبقاش فيه ميه في الاواني وانا بحفظها في دواليب المطبخ، اسيبها تنشف على فوطه او حاجه على المطبخ من فوق، وبعد كده وهي جافه تماما ابتدي احفظها، لان وجود الرطوبه ده بيساعد على نمو الحشرات.